هنتعرف بشكل أكثر تفصيل عن مهرجان النباتات العطرية والطبية مع الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة. بصبح على حضرتك يا دكتور محمد، وخلينا نعرف إيه المهرجان وليه محافظة الفيوم تحديدا اللي احنا بدأنا فيها المهرجان ده. صباح الخير طبعا على حضراتكم. طبعا في الحقيقة محافظة الفيوم بتشتهر بزراعة النباتات الطبية والعطرية. صحيح. يعني عندنا في المحافظة 20,000 فدان نباتات طبية وعطرية يمثلوا 30% من المساحات المنزرعة في مصر بالكامل. طبعا من أشهر النباتات الطبية والعطرية اللي بتزرعها محافظة الفيوم وبتصدرها على مدى الفترات الماضية، احنا بنتكلم على عباد القمر، وبنتكلم عن الكراوية والنعناع والملوخية والبابونج والريحان والبقدونس. خلينا أقول أنه المهرجان الثاني دي المهرجان في نسخته الثانية للنباتات الطبية والعطرية، واللي بتستضيفه محافظة الفيوم للنسخة للمرة الثانية وللنسخة الثانية، واللي بتنظمه طبعا الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي اي زد بتاعهم على المحافظة ووزارة الزراعة والجهات اللي تم ذكرها طبعا في التقرير اللي تم عرضه. هو بيهدف طبعا المهرجان لتسليط الضوء على التحديات اللي بتواجه القطاع وتعزيز الميزه التنافسيه في مصر، وتوعيه قدرات صغار المزارعين وتوعيتهم بالممارسات الزراعيه النظيفه. خلينا اقول انه احنا كمحافظه هدفنا في النهايه ان احنا يتم التشبيك ما بين جميع المشاركين في عمليه انتاج وتصنيع وتصدير النباتات الطبيه والعطريه. نعم. وربطهم بمتطلبات السوق العالمي، بما سيساهم بتحقيق فرص تنموية أكبر لهذا القطاع وزيادة الدخل القومي من العملة الأجنبية في حالة زيادة التصدير. محافظة الفيوم خلينا أقول إنها بتصدر، يعني خلينا أقول بملايين الدولارات للنباتات الطبية والعطرية لبعض الدول الأوروبية والدول في الخليج. صحيح. احنا بنحاول إن احنا نساهم بشكل كبير إن احنا نعرض معوقات هذا القطاع، ونحاول نزود حتى من الدراسات الكبيرة والزراعات، نخليها زراعات نظيفة، زراعات آمنة، زراعات بيئية، فنحاول نزود من إنتاجية هذا القطاع. خلينا أقول أنه من ضمن الإيجابيات اللي حصل في المؤتمر أمس واللي حضر فيه السيد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري والسيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وطبعا ممثلي جميع الجهات والمزارعين، من ضمن الإيجابيات إن كان في عرض من أحد المزارعين لأحد المعوقات في الزراعات، يعني ان هو بيزرع نباتات طبيه وعطريه، وكان عنده معوق انه بيتم علشان يصدر منتجه، احد الشروط لتصدير منتجاته للخارج هو تعقيم منتجاته. نعم. والتعقيم كان بيتم تصديره لدوله وسيطه، ويتم علشان عندهم وحده تعقيم متكامله. نعم. وبعدين بيتم تصديرها للخارج. تم عرض المعوق ده من المزارع وعرضه بشكل تفصيلي، والمحافظ الفيوم الدكتور احمد الانصاري وجه بتوفير قطعه ارض والتعاون مع البنك الزراعي وهيئه التنميه هيئه تنميه الصعيد علشان يتم انشاء اكبر. نعم. يمكن يا دكتور، يعني وصلت المعلومه دكتور محمد التوني تحديدا من يعني هذه القصه، ان فكره تذليل العقبات امام التحديات اللي بتواجه يعني القائمين في هذه المهنه تحديدا، وتحقيق الاستفاده العظمى منها. لكن خلينا نتكلم ان فكرة النهاردة احنا بنتكلم في تقريبا 70 عارض، وبيحصل يعني تبادل خبرات ما بينهم وبين بعض من خلال الثلاث ايام الخاصة بهذا المهرجان تحديدا. خلينا نتكلم بالتحديد عن فكرة ورش العمل او الجلسات النقاشية اللي موجودة، والاهداف المرجوة منها ايه ايضا. خليني اقول لحضرتك ان الورش العمل اللي موجوده هيتم استعراض فيها طبعا الابتكارات الجديده والتكنولوجيا الجديده في هذا القطاع علشان تقدم حلول مبتكره لكفاءات زراعيه وانتاجيه واستدامه لتصدير المنتجات. خليني اقول ان فيها عرض لبعض الافكار الجديده من قبل الشباب ومن قبل المتخصصين في هذا المجال خلينا اقول قطاع مثلا معين زي الباكجينج. احنا عندنا دايما مشكله في الباكجينج في تصدير او التغليف بشكل كبير لمنتجاتنا، الفينشنج نهايه المنتج بالنسبه لنا قبل ما نصدره، فدي حاجات هيتم استعراضها بشكل كبير. طبعا يعني بنحط ايدينا على المعوق في تصدير المنتج بشكل احترافي، نبتدي نشتغل عليه ونقدم له حلول جديده، حلول
بتواكب سوق العمل العالمي وبتواكب متطلبات الدول العالمية اللي هي بتستقبل أو وبنصدر لها منتجاتنا من النباتات الطبية والعطرية. طيب هو الفعلية فيها عدد من الندوات والمحاضرات المختلفة، وزي ما حضرتك قلت لنا إن بيتم فيها يعني عرض لأحدث المعايير في المجال، لكن خلينا نقول المتوقع إيه في التصدير؟ قد إيه النسب المتوقعة إن هي توفرها من العملة الأجنبية؟ خليني أقول لحضرتك إن مصر في هذه الفترة بتصدر بحوالي 200 ل 300 مليون دولار من النباتات الطبية والعطرية. المتوقع إن شاء الله تصدير خلال الفترة القادمة مليار دولار. طبعا بعد نهاية المؤتمر في بعض التوصيات، كان العام الماضي كان في بعض التوصيات تم تطبيقها، العام الحالي إن شاء الله في بعض التوصيات طبعا يتم الخروج بها من المؤتمر، وسيتم التنسيق طبعا مع المجالس التصديرية والغرف التجارية ووزارة الزراعة علشان يتم تنفيذ هذه التوصيات والاستفادة منها. طيب دكتور محمد، سؤالي الأخير، يعني إيه أخبار القيمة المضافة؟ أنا مش هقدر أصنع ده عندي وأصدره بشكل منتج كامل الكينونة الخاصة بي، ولا بصدره كمواد خام بس؟ خليني أقول لحضرتك إن إحنا عندنا بعض المصانع، عندنا مصانع يعني حتى في محافظة بني سويف ومحافظة مجاورة وفي محافظات محافظة المنيا، وهو كان حتى المؤتمر بيركز على ثلاث محافظات لأنه من أكثر ثلاث محافظات اللي بتصدر نباتات الطبية والعطرية. لا، في محافظة الفيوم عندنا بعض المصانع، عندنا عدد من المصانع في المنطقة الصناعية في منطقة الفتح في كوم قشيم، هي مصانع بتاخد النباتات الطبية والعطرية كرو ماتيريال، ك يعني كمواد أولية، وبيتم تصنيعها وتصديرها بالكامل. بالعكس، احنا مصر بتصنع النباتات بتزرع النباتات الطبية والعطرية وبيتم تجميعها وتصنيعها بالكامل وتصديرها كمنتج نهائي. نعم. أنا بشكر حضرتك على الإضافات اللي اديتها لنا في الاتصال الهاتفي، الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي باسم المحافظة.